أكثر من 2 مليون لاجئ فروا من سوريا منذ بداية الأزمة في مارس 2011 طلباً للحماية في البلدان المجاورة. وبالاستناد إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن آلاف السوريين يعبرون الحدود يومياً، وتتصدر البلدان المضيفة الأردن ولبنان، تليها تركيا فالعراق ومصر. ولكن لدفق اللاجئين هذا آثار سياسية واجتماعية واقتصادية كارثية، فلقد تضخم عدد السكان في لبنان بنسبة أكثر من 15% وبنسبة أكثر من 8% في الأردن، وحوالي 20% من اللاجئين يعيشون في مخيمات، أما الباقون فيعيشون ضمن مجتمعات مضيفة أو يستأجرون أماكن سكنية في ظروف اقتصادية غالبا ما تكون صعبة، بما أن الولوج إلى سوق العمل بات محدودا، وهذه الظروف قد تسوء في حال لم تفتح أبواب العمل. ويطال نزاع الأطفال أيضا، فأكثر من 1 مليون طفل فروا من البلاد. وبالإضافة إلى الحاجة الرئيسية تطرح مسألة التعليم، ففي لبنان على سبيل المثال يعجز نظام التعليم الرسمي عن استيعاب أكثر من 35 ألف طفل لاجئ من أصل 300 ألف في سن التعليم الإلزامي.